آمين يرزقهم برهم إن شاء الله. طيب المقطع الثاني خلنا نشوف من هو التحدي اللي بتحدى في المقطع الثاني. حظك ونصيبك، شوف من اللي يتحدى. السلام عليكم، الحين ابيك تقلد لي السلطة العليا الأستاذ تركي الدوسري. نقدمك خصم. انكبر ولد عمي الله يصلحه. وين احمد العوض؟ وين كنت اليوم؟ بالغرفة. ايش قاعد تسوي؟ اكل. اكيد؟ بيض وجبن. الاعداد يقولون انك طالع المستشفى. غير عندك غير صحيح. ما هو انا شبيه يمكن. طيب اخصموا على احمد العوض 5000. او ماي جاد، ليش كذا تقتلني يا شيخ؟ حسنا سلطان. سلطان ابو سلطان، انا ظالم. يعطيك الف عافيه يا هلان. طيب الف عافيه ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا من يك هلان؟ هذا ولد عمي ما شاء الله عقيل سامي. ما شاء الله، ما عليكم زول. طيب الله يخلي لك.